آخر مستجدات عملية إنقاذ الطفل ريان من قعر البئر في دقيقة ونصف. أهلا بكم. لليلة الثالثة على التوالي ظل الجميع يتابعون ويراقبون بانتباه وقلق شديدين عملية إنقاذ الطفل ريان الغارق في جوف بئر يبلغ عمقه أكثر من 32 مترا. أشغال الحفر بلغت حتى حدود الساعة 11 قبل منتصف الليل لعمق يصل لأزيد من 25 مترا بحضور مهندس وتقنيين توبوغرافيين لإنقاذ الطفل ريان. بالموازاة مع ذلك تم التعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وسيارة إسعاف بطاقم تمريضي متخصص في الإنعاش من أجل نقل الطفل بعد انتشاله إلى المستشفى. هذا وأفاد عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون أن الأشغال تتقدم بشكل حثيث لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة، وإلى أن عملية الحفر التي تم تعزيزها بجرافة سادسة من أجل تسريع عمليات الحفر والجر في التربة ستتواصل لغاية عمق 32 مترا قبل الشروع في حفر فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لانتشال الطفل ريان. للاطلاع على كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بعملية إنقاذ الطفل ريان زوروا موقع الجريدة. إلى اللقاء.